انا بزاف ناس ما يحبوش يجيو معايا الحوار لسبب بسيط. انا الحاجه اللي قبل ما نروح قبل اي بلاطو تلفزيوني نحضر نجي معايا هذه وحده. ثانيا الكلام اللي هضرته على مولود معمري مازلت عليه، واللي قلته على معطوب للناس قلت 1%، لانه كننشر الفيديوهات اللي ترجمتها تاع معطوب للناس ونحطها للناس حتثبت النظره تاعهم. حطيت فيديو واحد شافوه 500,000 عبد في القناه تاعي وفي فقره واحده اخرى مليون عبد براحتهم براحتهم. بصح انا واش يهمني؟ لا لا نمشي للفيديو تاع ششنق. نو حطيت فيديو تاع معطوب، معطوب واش هضرت ترجمت برك ما درت والو. وانت درك سمح لي تخليك الفكره. لا لا باسكو على ششنق نجاوبك وما نخليكش ما نخليكش بالك لاول مره نكون متعصب كيما انت. انت ولا ما صدقش لي صور تاع ششناق انت ما تقدرش تصدق باللي باباك هو باباك. معليش دقيقه سي غراف ولا غير سي غراف شوف باسكو انت لازم نروحوا الى نقطه اخرى. لا لا والله نقولها ولا باسكو نور دي افتح نقطه. انا هذا او كان يديروا له لا ديان ما يقدرش يعيش في الجزائر. معليش دقيقه شوف مصطفى معزوزي ما كان حتى واحد لا انت ولا غيرك يقدر يحاورني في قضيه تاع ششناق لسبب انه ششناق هي خرافه انتم امنتوا بها. لا لا خرافه هو العباد كيما انت. اسمعني اسمعني هي خرافه امنتوا بها كنتوا تحلموا بها عملكم صح ومن بعد بانت بلي ماشي صح. معليش دقيقه شوف مصطفى معزوز وكان نفتحوا موضوع ششناق 1 2 3 4 سواء فيما يتعلق بتاريخ الميلاد تاريخ الوفاه والامور اللي دارها واحد سواء فيما يتعلق بما يقال. نعود الى اللغه الامريكيه خطرتي لانه نستغرق في وقتنا فيها. دقيقه معليش باش برك نكملوا برك لانه في نفس الموضوع لانه موضوع ششناق في نفس الموضوع. شيء اخر انا لما درت فيديو تكلمت معلومه واحده ما تكلمتش اولا فيما يتعلق بالسنه لانه السنه كيفاش ششناق قبل 950 سنه كان يحسب انه السنه فيها 366 يوم ولا 365 يوم. هاد الامور هذه كاع انا ما هدرتهاش هدرت وحتى الفيديو درت على صحابي انتشرت. نعود نعود سي نور ديختا سي نور ديختا خلينا نتكلموا على الامازيغيه لانه ما يهمنا اليوم خلاص نعاود نقول حاضرنا. شوف بالنسبه للامر اخر بالنسبه للقول انه ما حصل هو تصحيح لوضع ان كان انت راك تقول بلي صحيح وضع انا ايضا صح وضع فيما يتعلق بما اعتقده انها خرافه يناير وخرافه ششناق. اذا كان عندك ادله مقابل الادله تاعي نمد لك ادله تاعي 1 2 3 4 اذا عندك فندها 1 2 3 4 والسلام عليكم.